واو يا هلا ويا مسهلا بالجميع، تحياتي لكم جميعا. كيت كيت يا شاشكي. هذا حلول تاريخ 1/10 يوم الاحد الساعة 5 العصر، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما في 5 دقائق تقريبا سوت القاع كلها ثلج. تحياتي لكم جميعا الناس اللي تشوفنا والمرات تكون علينا متابعة، لايك ومشاركة الفيديو، ربي يحفظكم ويحفظكم اكبر ودائما القادم ان شاء الله. Gördün mü? Oradır gidiyorlar yavaş yavaş. Bel halul hadi. Allah. Sa'd Allah sabahkum ve ehla ve mesel bi cemi'. Taban hada el ganam. Hada chanam rahna tawajat. Asas enu chan bi mitr bil lel ve lakin ma mtarat bakhat bakhakh yani shi la yadhkar. ولكن اليوم جوها بوز 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 بكل معنى الكلمة. تشوف الرعي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الحمري بكل مكان. أنا ماخذ حمار رايح قدام أسوي شاي. طبعا بالوقت الحالي لسنا ما زلنا بكوربوغ، كوربوغ طبعا كبيرة ولكن قريبين على مزرعة الشلبي، هذه يعني اللي جوانا بجري هنا اسمها مزرعة الشلبي. وانا الشايب راح قدامنا نزرع لواحد من الحمير عند المي، راح نعرض الغنم على المي ونرجع نسرح بيها شغل ساعة زمان. ساعة ونص ونجيبها نضويها، ما شاء الله الرعي واجد يعني الحلال شبعان شبعان بكل معنى الكلمة، ولكن جبناها نوردها بوقت لأنه شوفت عينكم وغيوم ويعني احنا يشوف علينا مطر لكن ما مطرت، فجبناها بوقت قلنا قبل لا تمطر عشان القنم تشرب مي، لأنه بس إن مطرت خلاص ما عاد تشرب مي، فجبناها اليوم بوقت لسه الساعة 8:30 راح نعرضها على المي علشان اللي عطشانة تشرب. انه في سبيل اذا صار مطر العطشانه ما ظل عطشانه يعني. اي 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 ها شوف الحلال عطشان لانه البارح ملحناه، هو بالعادة ما يشرب مي من الساعة للساعة 8:30، خصوصا انه اليوم الجو براد، ولكن عون كمل من البارح شلن ملح. شوفوا شلون هو بالمي. İhsan yaptın. Şuf maşallah şirben may yani encad şirben şirben bi kul mana kelime. هذا رأس النبعة، ظهر هنا زد بي نبعة. شوفوا هاي النبعة، طبعا سنورد خذنا بالاتجاه يرعن لمن ما يشبعنا، بس يشبعنا نجيبه نضويه هناك. ما نشوفه ما شاء الله على أجواء اليوم شي ولا أروع منه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا صارت الساعة 9:30، شوي شوي راح نرجع الغنم على المي نشربها مي ونضويها. بعد ما وردناه مثل ما تشوفون الدنيا سكرت قيم من جميع الاتجاهات،
هذا راح نسوي عدس. طبعا العدس انا شلون اطبخه؟ سخن الزيت، فرد البصل احطه فوق الزيت، احمس البصل شوي، احط عدس، احمس العدس زاد شوي مع البصل، احط دبس بندوره معاه زاد احمسها، وبعدها احط عليه مي واحط ملح وبهاراته وادشره حتى يصير. طبعا ما عندي قاعده، لو عندي قاعده كان صورت لكم كل شيء، بس قاعده مكسوره. تحياتي لكم جميعا، شوفوا النتيجه. وهذه الشوربه جاهزه طال عمركم. شوفوا سبحان الله، الجنب هذاك شقد عليه مطر، واحنا هنا ما جانا مطر. الساعة صح الدنيا، البارح بالليل زاد نفس الحكاية، الجنب هذاك عليه مطر واحنا لا. طبعا هذا العصر بعد ما قعدت من النوم، طبعا الشاي بالصبح لما جينا جاي انا خليته ينام، والعصر انا اللي انام، هيك عقدنا اتفاقية يعني. فالتليفون كان مضبوب مع اغراض ومحطوط على الشحن، مطرت الدنيا شوي، ماطرة نوعا ما. شوفوا القيوم، اظن كل الغيوم نزلت للارض تقريبا، من هاي الغنم. نسوي شاي، نشرب شاينا ونمشي. طبعا جاي على الغنم، خلو حيدر جاي يشرب شاي، وانا جبت كاستي وجيت، لانه باي لحظة ممكن ان الذيب يفوت بالغنم يعني، خصوصا من الضباب مثل ما جاي تشوفون. هو كل طرف، كل الاجناب مسكرة الضباب. طبعا هذا بتاريخ 1/10، هذا الفيديو بتاريخ 1/10. هذا كنا خايفين منه. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. بس الغنم راحت تونا، ترى الزنا بالصحيح. شوفوا الغنم مجود لسرعته 1000، تشوفون رايحه باتجاه هذا. شقرها هذه بالحلول هذا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. الطق مو طق 20، الطق مو طق 20. Gördün mü? Oradır gidiyorlar yavaş yavaş. Senin aklına gitmesin. Git böyle yapalım. He? Dur. Tamam. Su volkanı. Su geldi. Su. Errrr. Hay iddetine. Hemen sevi hap. Güzel. Errrr. والسماد علي الملازيم. الوضع سيء. والله ما في مزح بنوك. هذا الطق اللي ما طق 10. شوف يعني يمكن ما 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 ساقت حتى 5 دقائق، ها شوفوا سوت سيل بكل مكان. شوفوا السيل، شوفوا السيل. شوفوا السيل. طبعا هاي خزلة من الغنم، والخزلة الثانية راحت جو، ساقها الحلول، ووقت الحلول ما قدرنا نقوم عليها. شوفوا حلول او برد، او بناس تقول حلوب، انا اول مره اسمع انه حالوب على فكره، انا اعرفه حالول يعني. حياكم الله ويا هلا ويا مسهلا بالجميع، تحياتي لكم جميعا.
كيت كيت يوش يوش كيت. حلول تاريخ 1/10 يوم الاحد الساعه 5 العصر ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما في 5 دقائق تقريبا سوى تلقع كلها ثلج. تحياتي لكم جميعا الناس اللي تشوفنا ومرات علينا متابعه ولايك ومشاركه الفيديو. ربي يحفظكم ويحفظكم 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 ان شاء الله. كاسرو طبعا هاي الغنم ماخذينها على الشقفة الثانية، الخزلة الثانية، عفوا الشقفة الثانية اقول. وانا رايح اشوف حطب، ادور حطب، شوف من الاقي حطب. اليوم بالليل الا نبوز الا نجمد. عيداي نشوفه مطر ورعيد وضيع الطاسة. طبعا كنت على لايف انا بعد التصوير اللي صورت لكم اياه، مشان هيك ما قدرت اصور اكثر. هذا مثل ما تشوفون لحد الان الحلول ما ذاب من القاع، وهذا الغنم جايبينها عمراح. اي اي والدنيا جاءت تمطر. اي اي طبعا هاي الطيارة جاية على بنقل تنزل بمطار بنقل. اي اي الله يعيننا على الليل اليوم. من هاي النار هذا تشاينا جعلنا نشف حالنا، نشف رجلينا لانه مي مي مي. الناس اللي تشوفنا اول مره لا تبخلوا علينا المتابعه ولايك، والمشاركه اكبر دعم بالنسبه لي. تحياتي لكم. مش عاجب هيش حمراء من شو اسمه الفلت يسويها على شو اسمه عمره والنار وكل الوضع حمر. فالناس اللي تشوفنا اول مره لا تبخلوا علينا المتابعه ولايك. تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظكم محبتكم اكبر ودائما القادم اجمل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. من هذا ما مسره مسرين بالغنم والدنيا مطر. طبعا كل الليل وهي تمطر، يعني تقف شوي تمطر شوي، تقف شوي تمطر شوي، تقف شوي تمطر شوي، وعلى هاي الحاله.